في عيد الفطر المبارك الإسلام يقول للإنسان يجب عليك أن تكون في فكر الفقراء. كل إنسان يجب عليه أن يدفع مقدارا من ماله للفقراء. يعني هذا العيد مو إلي فقط، ولذريتي ولعائلتي. إذا أنا عندي عائلة الآخرين أيضا عندهم عائلة، إذا أنا عندي مصارف الآخرون أيضا لهم مصارف. عيد الفطر عيد التفكير في الآخرين. يجب على كل إنسان أن يدفع من ماله مقدارا للفقراء. 3 كيلوات حنطة أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك يدفعها للفقراء، يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله. المن يعول؟ حتى الخادم اللي في البيت إذا أنت تعولها يجب عليك أن تدفع عنها زكاة الفطرة. هذا معناته أن العيد فيه بعد اجتماعي.